بسم الله، السلام عليكم البنات داخل المغرب وخارج المغرب، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمناكم كل شيء تكونوا على خير وبخير. البنات والولاد اللي كيتابعوا القناه ديالي، شكرا لكم بزاف اللي كتخلوا لي التعاليق وكتابعوا القناه ديالي بالدعم ديالكم ان شاء الله، باش غنزيد ان شاء الله وتشوفوا الجديد. اليوم مرحبا بكم عندي، ان شاء الله غندير لكم واحد الكلاص اللي ساهل بزاف، والمكونات ديالو غير ثلاثة. عندي هنا ياغورت طبيعي، وعندي هنا اللي كاس ديال السنيدة، وعندي 600 غرام ديال المشماش اللي منقي ومغسول وكان في المجمد. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. هنا البنات غنطحن 600 غرام ديال المشماش كان في المجمد، غنطحنها. هنا البنات بعد ما طحنت هذاك المشمش تيولي ليا هكا كريمي، كطحنوه ولا ما ديرو فيه حتى شي نقطه ديال الماء تيولي كريمي. هنا غنزيد عليه هاد السنيده، انا نقص شويه من هاد الكاس. هنا غنزيد عليها الياغورت طبيعي، وين ديالو ساهل البنات. هنا غنطحن كلشي، طحنت هاد العناصر كاملة ولا كريمي هاد. عندي هاد البطاطا لي غلفتها ب بلاستيك غذائي، غلفتها بيه. وغنديرو في الفريغو 3 ساعات حتى 4 على ما يجمد، ونعاود نطلق معكم. هنا البنات غندخل على المجمد حتى تجمد، ديرها في هاد الباطو سديت عليها وندخلها حتى تجمد. البنات الكلاص ديالي ها هو، بعد ما حيدته من المجمد ها هو تماسك. هنا البنات عندي اللوز مهرمشاه حمرا ومهرمشاه، وتزين كل واحد باش بغا يزين. هذا هو الكلاص ديالي البنات، راه ساهل. هنا عندي واحد القطعة ديال المشماش لي غاسلاهم، الطبق النهائي ديال الكلاص البنات راه هو هذا، ودرت عليه واحد الخطوط من الفوق ديال الكراميل. هذا هو الطبق النهائي البنات، راه ساهل. ودرت ليه اللوز حمرتو، درت لي اللوز مهروش من الفوق. هذا هو الطبق النهائي ديال الكلاص، اللي عجبكم البنات ما تنساونيش من التعليق وخلوا لي اللايك، وشكرا لكم، وموقع نقول لكم الصحه والراحه والشهيه طيبه.